بون شاركتوا معنا قبل قليل في اطلاق تسميه المرحوم عبد القادر الحماني على قاعة المحاضرات بالمركب الاولمبي 5 جويليا محمد بوضياف. وحماني المرحوم حماني هو مؤسس القسم الرياضي في التلفزيون الجزائري منتصف الستينيات وبطل سابق رياضي سابق، وان شاء الله مستقبلا سوف تتواصل هذه العمليه يعني في مختلف ملاعب الجمهوريه في عده ولايات ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.